ضحى. ايوه. ازيك؟ الحمد لله. مش فاكراني؟ لا الحقيقه مش واخده بالي. انا ماجد التهامي، كنا مع بعض في ريتريت في سيوه من 4 سنين. اوكي معلش انا بحاول افتكر غصب عني. لا اكيد كان من فتره كبيره، حقك يعني. بس انا نقلت هنا وبالصدفه لقيتك فحبيت اسلم عليكي، بس ما كنتش عارف ده انت ولا لا بصراحه. اهلا بيك. اهلا بيك. صباح الخير ماجد. ياسين. ماجد التهامي. ماجد التهامي كان معانا في ريتريت في سيوه من 4 سنين. ريتريت يوجي يعني؟ يوجي حاجات دي. طب مش عايز تفضل تشرب معانا حاجه؟ لا ربنا يخليك، اصل انا بعمل برايفت بزنس، عندي مطعم هنا جنبنا يعني، بس صنايعيه مطلعين عيني فما اقدرش اسيبهم. برافو، احسن حاجه انك تعمل برايفت بزنس. بالظبط، غير كده انا بحب الطبخ فحاسس ان انا في مكاني قوي. استنوا ده الكارت بتاعي. اتفضلي. ميرسي. ويلكم. يلا بعد اذنكم، مبسوط اني شفتكم، فرصه سعيده. احنا اسعد. بقول لك ايه، بما انك بقيت جارنا وكده، مش عايز تيجي تزورنا انت والمدام في اي وقت؟ ويوم الجمعه احنا عاملين باربيكيو لناس صحابنا، نورونا. هو انا بالنسبه لمراتي فانا مطلق، بس لو الصنايعيه رحموني اتمنى اكون موجود. فرصه سعيده. بعد اذنكم. اتفضل. يلا انا لازم اجري. ضحى انت ماشيه؟ ماشي خلاص. بقول لك ايه ليلى؟ فاكره الريتريت اللي كنا عملناه من كام سنه في سيوه؟ فاكره. كان معانا واحد اسمه ماجد التهامي؟ تقريبا، كان في حد اسمه حاجه تهامي كده. عندنا صور للريتريت ده؟ تمام، هتلاقيها موجوده على الصفحه. بصي دي صفحة المؤتمر نفسه. على فكرة الصورة دي أنا اللي مصورها. بس ده سليم. أيوة سليم التهامي، مش أنا قلت لك اسمه حاجة تهامي؟ طلع سليم التهامي. ماله بقى؟ لا ملوش. يلا هشوفك بكرة. ألو؟ ألو؟ مساء الخير يا ماجد. ازيك؟ اهلا يا ضحى. انا كنت محتاجه اقابلك. طبعا بكره في المطعم. لا 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 انا افضل بر. تمام ماشي. طيب تمام، متشكره قوي. باي. شكلك لسه جايه من السنتر. وراجع تاني على طول. طب ايه اتاخرت عليكي؟ لا لا خالص، انا قلت اخلص شويه شغل على ما انت تيجي. ايه الريتريت ما وحشكش ولا ايه؟ مش عايز تعمل واحد تاني؟ نفسي والله، بس بجد المطعم واخد كل وقتي، مش هينفع. ربنا معاك ان شاء الله. صحيح، انا النهارده وقع قدامي صور للريتريت بتاع سيوه، ما لقيتكش في الصور دي. ده غير ان اسم ماجد التهامي مش موجوده في الليسته بتاعت الناس اللي كانت هناك. هو انت مين؟